بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشرح ظاهرة أعمدة الشمس التي يتداولها البعض للتهويل، وكذلك مرور مذنب مكتشف مؤخرا، ويتساءل العديد من الإخوان حول التحول القطبي، وسنحاول التفصيل فيه وعرض تقديرات لما قد يقع حينها. وكما يعلم الجميع فنحن نعيش الارتحال المغناطيسي الآن، الذي يعتبر مؤثرا مهما على المناخ واختزان الطاقة، ولكن الارتحال الجغرافي لن يبدأ إلا عند الرؤية العيانية لنيبيرو تدريجيا، وستكون ذروته أو ذروة الانقلاب عند الحضيض الأرضي، وحتى في بداياته سيكون مدمرا بسبب تحول الطاقة الكامنة لعزم دوران المحور الأرضي إلى طاقة حركية تتفرغ في طبقات القشرة الأرضية الهشة. فالحقل الكهرومغناطيسي للأرض الآن يعيش أيامه الأخيرة، وعلى ما يقع فيه من تشوهات ويدل على أنه بدأ يتهالك، ويترك الباب مفتوحا أمام الطاقة الدخيلة التي تعطي زلازل وبراكين وتطرفا مناخيا. ولا علاقة لكثرة الزلازل التي نشهدها على الأرض باصطفاف الكواكب ولا حركتها، فكل من يدعي هذا فهو مخطئ، وهذا الكلام ليس دقيقا، لأن القوة المؤثرة على الأرض تأتي من المحصلة الناتجة عن أكبر جرم يؤثر علينا، وذلك بالنسبة للبعد والقرب الكتلي، ألا وهو القمر، وهو الآن في أقرب نقاطه بالنسبة للأرض. لذلك نرى انتفاخ الأهلة، وكذلك القمر العملاق أو القمر الدموي، وهذا نتيجة لميلان والتذبذب الحاصل على محور الأرض. تأثيرات القمر تقتصر على المد والجزر، والقوى الكهرومغناطيسية للأجرام المحيطة بالأرض فإن محصلتها معدومة تقريبا، وهذا ما يحقق ذلك التوازن الهيدروستاتيكي فيما بينها، أي هناك تجاذب وتنافر، ويتحقق الانسيابية فيما بين الأجرام، كل في فلك يسبحون، بينما قوتها لا تساهم بحدوث الزلازل، بل هناك قوة دخيلة شديدة أثرت وتؤثر على الغلاف الكهرومغناطيسي للأرض وعلى الكواكب الأخرى أيضا، فقد شاهدنا تأثيراتها على الكواكب الأخرى وعلى قمر من أقمار المشتري وعلى غيرها، ومصدرها السماء الجنوبية من الأرض، وهو المسؤول المباشر على هذه الاضطرابات الواقعة على الأرض. ولولا اقتراب الكتلة لنيبيرو الآن من الأرض، وخصوصا في مثل هذا الوقت من السنة ونحن في الاصطفاف إلى أبعد نقطة مدارية، ما شهدنا هذا الضغط وهذه التأثيرات على الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي، وما شهدنا هذه الزلازل التي تلامس 8 ريختر. أما عند بدء التحول القطبي الجغرافي فإن الشد الاقترابي للأقطاب ما بين الأرض ونيبيرو سيكون من جهة القطب الجنوبي للأرض نحو الشمال القطبي لنيبيرو، علما أن هناك تقابل قطبي بين القطبين الشماليين للأرض ونيبيرو. إذن فإن التنافر القطبي بينهما نلاحظه منذ الآن، بينما قوته تجذب القطب الجنوبي للأرض، وبالتالي فإن الشد يكون تبعا لجهة الحقل الافتراضي من الجنوب إلى الشمال، أي أن درجات العرض الحالية سيتم تحولها وزيادة قيمتها المطلقة نحو القطب الشمالي الجغرافي وليس للجنوب أبدا. وبشكل أكثر تبسيطا،
سنبسط أكثر، ستكون المنطقة العربية على سبيل المثال في محل أوروبا حاليا، وسيرتحل القطب الشمالي إلى الجنوب أو إلى جنوب أمريكا الشمالية، ونحن نشهد بداياته الآن بالتدريج، حيث نراه يهبط بالفعل ولكن ببطء شديد، وبعد دخول الأرض في الحقل البلازمي حصرا أي في ذروة الحضيض الأرضي، ستتغير خريطة الأرض وستظهر خريطة عالمية جديدة وأراض جديدة مختلفة كليا عما نعيشه الآن. ومن يلاحظ خريطة العالم الآن يعلم أنه كانت هناك أو مرت بها قوة عظيمة قسمت القارات وفتتتها وبعدت فيما بينها، لأن كما ترى فقارة أمريكا الجنوبية أو أمريكا ككل مع قارة أفريقيا كانت ملتحمة، الجزيرة العربية مع أفريقيا وغيرها، هناك قوة جد شديدة هي التي حركت تلك الصدوع وقسمت تلك القارات لتكون تلك القارات، وفي مروراته السابقة ومروره القادم قد يغير سيغير خريطة العالم بكل تأكيد. وتنتشر مؤخرا صورا لظاهرة أعمدة الشمس، وهذه الظاهرة كانت تظهر كثيرا في مناطق القطب الشمالي أو القريبة من القطب الشمالي، كما أنه يتسبب بها القمر أيضا وليس الشمس فقط، ويتسبب في هذه الظاهرة انعكاس الضوء في بلورات الثلج العالقة في السحب العالية أو ما يسمى بالسحب السمحاقية، فيمكن أن يأتي الضوء من الشمس عندما تكون قريبة أو حتى تكون تحت خط الأفق ليتكون لدينا هذه الظاهرة أو ظاهرة أعمدة الشمس. وأنا أتعجب ممن يضللون الناس البسطاء أو السدج بظواهر بصرية تفسيرها العلمي بسيط جدا، فيما يترقب عشاق الظواهر الفلكية هذا الأسبوع مرور المذنب المكتشف حديثا والمسمى C2022A3ZTF، سيمر بالقرب من الشمس وسيكون مرئيا للعيان بالعين المجردة في أواخر هذا الشهر، وسنحاول إن كانت الأجواء صافية هنا سنحاول أن نلتقط له صورا، وقد يبني عليه البعض حين تظهر صوره قد يبني عليه البعض كذبه من جديد ويقول بأنه هذا هو النبر الذي ظهر. لننتظر ونرى، وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.